معبد، وهذا المعبد اللي اجتمعت فيه مع قومها وقالت فيه الكلام أو الخطاب الشهير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. قدم ثاني وفي قدم امرأة بمكان ثاني الحين نشوفها، وهني كانت منصة للخطابات بالمكان هذا. هني حصل هذا الخطاب. طبعا هذه السياحة كان ممكن تمثل دخل لليمنيين، لكن بسبب الإهمال والفساد الإداري مهملة تماما. هذا معبد الشمس أو معبد أوام. هذا الطريق. وين الكتابات؟ أيوة، هذه الكتابات. هذه الحجر الواحدة منها تحفظ في متحف، مو تندفن بالطريقة هذه وبينها وصاخ. طبعا هذا المعبد أقدم من السد. هذا شعار الدولة اللي يبدأ فيه الكلام، لذلك هو موجود في كل الأعمدة تقريبا. هذا هو شعار المملكة. الحجر الواحد كانوا يسمونه